خرجت الإثارة بشأن عالم الجاسوسية من مشاهد الخيال العلمي إلى الواقع بعد تقرير صادر من وزارة الاستخبارات الإيرانية بشأن الحكم الصادر على نائب وزير دفاع أسبق بينما تبقى الأسئلة المحيرة هنا بشأنه حول مدى صحة قائمة الاتهامات الموجهة إليه فهل ثمت بالفعل اتهام حقيقية أم أن الأمر مجرد تصفية حسابات سياسية وردها إلى قيمة الولاء للمرشد الأعلى أقام الحكم الصادر من القضاء الإيراني بحق نائب وزير دفاع الأسبق علي رضا أكبر أقام الدنيا وأقعدها على خلفية تأسيس ذلك على الحكم على اتهامات جاسوسية يرى معارضوها أنها ادعاءات ملفقة لا سند لها من حقيقة ولا صح عليها من أدلة. تولت الإدانات هنا الدولية ضد الحكم الصادر بإنهاء حياة أكبر ووجد النظام في طهران نفسه في حيرة من أمره بعدما أثبت الحكم الصادر من قضائه الاتهامات الموجهة إلى ذلك النظام والتي طالت مصداقية قضائه وأمنه. على الفور حاولت وزارة الاستخبارات في البلاد احتواء الأزمة التي بدت صعبة فقد صدر حكم إنهاء الحياة وتم تنفيذه بالفعل أما الاتهامات الدولية المتصاعدة ضد ذلك النظام فهي قائمة لا يمكن تحييدها أصدرت وزارة الاستخبارات الإيرانية تقريرا زعمت أنه يتضمن اعترافات للمسؤول السابق وسط مخاوف حقوقية أن تكون تلك الاعترافات قد أجبر المسؤول المحكوم عليه على الإدلاء بها التقرير الصادر بحق أكبر من وزارة الاستخبارات ذهب الى ان اتهام اكبري بالجاسوسيه تاسس على تورطه في تزويد بريطانيا بمعلومات وصفها التقرير بانها حساسه للغايه، وحرصت الوزاره على عرض ما اعتبرته توثيقا لاعترافات نائب وزير الدفاع خامنئي المحكوم عليها بنشر مقطع فيديو يعترف فيه اكبري انه كان على علاقه بجهاز مخابرات خارجي تابع لبريطانيا، بموجب اعترافات اكبري التي تروجها الروايه الرسميه تم التواصل بين بريطانيا وبينه خلال لقاء دبلوماسي كان حلقة الوصل فيه دبلوماسي بريطاني هو سفير المملكة المتحدة في طهران، بعد ذلك تم تنظيم لقاء بين أكبر وبين ضباط في المخابرات البريطانية وتوالت اللقاءات بينه وبينهم في إسبانيا باعتبارها بلدا محايدا لن يجعل تلك اللقاءات مصدرا للشكوك من قبل النظام الإيراني، تضمن التقرير الذي نشرته مخابرات خامنئي اعترافات أخرى أدلى بها أكبر مفادها أن ملف تسلح طهران كان أبرز أولويات بريطانيا أثناء التعامل الاستخباراتي معه كما ألمح التقرير إلى أن المعلومات الهامة التي حصلت عليها الاستخبارات البريطانية من أكبر كانت عامل دعم لعمليات التخلص من العالم الإيراني فخري زادة المشككون في الإجراءات التي تم اتخاذها ضد نائب وزير الدفاع الأسبق يفندون التقرير الذي نشرته استخبارات المرشدة الأعلى ويعتبرون أقواله مجرد اعترافات تم الإدلاء بها تحت الضغط إن حكم إنهاء الحياة تم تنفيذه بحق الإيراني البريطاني علي رضا اكبر المتهم بالتجسس بذلك البيان خرج القضاء الايراني يؤكد ان الحكم تم تنفيذه على الرغم من التحفظات البريطانيه والغربيه المثاره بشانه حيث اعتبرت الخارجيه البريطانيه ان الحكم يحمل دوافع سياسيه من قبل نظام يتجاهل حياه الانسان بشكل كامل